السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. تدريجيا تبدأ المملكة تتأثر بكتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب باتجاه الجزيرة العربية، تعمل على نشوء أحوال جوية غير مستقرة، تتسع رقعة تأثير الأمطار تشمل العديد من المدن المهمة بما فيها العاصمة الرياض. سنستعرض تفاصيلها في هذه النشرة، لكن لا بأس أن نبدأ نشرتنا بصورة أقمار صناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، ولتوضح انتشار لكميات كبيرة من الغيوم العالية. هي عبارة عن بقايا حالة عدم الاستقرار الجوي التي تأثرت بها العديد من المناطق الغربية من المملكة خلال ساعات نهار يوم أمس. خلال ساعات نهار اليوم كانت هذه الغيوم عبارة عن غيوم عالية بدون فعالية، سرعان ما تلاشت هذه الغيوم، لكن خلال الساعات القادمة أي خلال ساعات الظهيرة والعصر يتوقع أن تبدأ غيوم جديدة بالتشكل كنتيجة لحالة من عدم الاستقرار الجوي. نستعرض تفاصيلها في هذه الخرائط لتوزيع الأمطار المتوقعة من يوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء. يوم الاثنين مع ساعات الظهيرة والعصر تبدأ حالة من عدم الاستقرار الجوي بالنشوء في العديد من مناطق المملكة، المنطقة الجنوبية الغربية، المنطقة الجنوبية بما فيها منطقة الربع الخالي، وامتدادا حتى المنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية والشمالية الشرقية، حيث تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار. تبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار خلال ساعات ليل الاثنين على الثلاثاء، وتعود وتشتد حالة عدم الاستقرار الجوي خلال ساعات ظهر يوم الثلاثاء لتشمل تقريبا نفس المناطق، وهي المنطقة الغربية، الجنوبية الغربية، المنطقة الجنوبية الوسطى والشمالية الشرقية، وتمتد حتى المنطقة الشرقية بإذن الله. كل هذه المناطق ستكون تشهد زخات رعدية من الأمطار خلال يوم الثلاثاء بإذن الله، لكن تكون أكثر غزارة هنا في المرتفعات الجنوبية الغربية. يوم الأربعاء بإذن الله أيضا تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي، لكن تتحرك بشكل رئيسي نحو المنطقة الجنوبية الشرقية مع تدفق المزيد من التيارات الرطبة نحو هذه المناطق، وامتداد لمرتفع جوي من الشمال سيعمل على تراجع قليل على الأجواء الغير مستقرة في المنطقة الشمالية. فيما تبقى منطقة الرياض كمثال تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، المنطقة الشرقية الإحساء، منطقة الربع الخالي وحتى المنطقة الغربية والجنوبية الغربية، وامتدادا حتى اليمن وسلطنة عمان وأيضا دولة الإمارات يوم الأربعاء. ننتقل الآن وإياكم لخرائط أو للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور بإذن الله، حيث تكون الأجواء مناسبة للسحور. 26 درجة مئوية كحرارة أثناء فترة السحور مع طقس غائم جزئي، أما الملموسة 25 درجة مئوية، الرطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية شرقية خفيفة السرعة، وبالتالي السحور في الخارج سيكون ممتاز. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة نبدأ بيوم الاثنين، يوم الاثنين 37 درجة مئوية، مصورة 26 درجة مئوية، يومي الثلاثاء والأربعاء كما ذكرنا أحوال جوية غير مستقرة، فرصة لزخات رعدية من الأمطار، هذه الغيوم الرعدية تترافق بنشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار، 38 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى تكون حول 26 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا للحد الآن، إلى اللقاء.